أكثر ما يثير المخاوف اليوم في هذه الجبهة هو وصول الميليشيا إلى هذه المناطق آخر نقاط التماس في اتجاه المحافظة الجنوبية، وتحديداً ما بعد مديرية الوازعية، حيث يعبرها الآن موكب لقائد عسكري رفيع هو العميد عبد الغني الصبيحي قائد لواء زائد أو ما كان يعرف بالصولبان سابقاً. بدأ الرجل بعدد من الزيارات في المنطقة في محاولة تعزيز مواقع الجيش والمقاومة. الشرط المسبق لأن يتوقف زحف الميليشيا وأن لا يصل إلى مناطق المضاربة ورأس عميرة هو إنشاء طريق لتوصيل المعدات القتالية التي طالب بها أبناء المنطقة، ووعد العميد الصبيحي بتنفيذها أو بدأ العمل في الجبال الاستراتيجية المطلة على أكثر المنافذ بحسب مصادر هناك. الزيارة التي يجريها قائد لواء زائد تأتي ضمن جولة تفقدية للجبهات التي ينتشر فيها جنود اللواء من أبناء الصبيحة والوازعية في حدود المديرية وباب المندب ومناطق عدة كالمنصورة والبارحة والخزم والمجر، حيث يعتبر هذا اللواء أحد الألوية التي أنشئت بعد تحرير بعض المحافظات ويعول عليه في مهمة استكمال التحرير بشكل عام.